كلامك علي وش ذكرك بينا. اجاني شاعر سوري من دير الزور، ودير الزور هي هويه عراقيه. انا اخوي خلص عسكريه بها، قال لي استاذ سعدون هذا ديواني، قلت يعجبك، اخذت الديوان وجيت لبغداد. وقتها كنت اسجل سيدي الى احدى الشركات السعوديه، اتصلوا بي بالسعوديه، عندك اغنيه بها لفظ الجلاله وما يصير تجاز من الاعلام، لازم تغير لنا اياها، وعندك 48 ساعه تريد اغنيه ولا تاخر الشريط سنتين. انا كنت اقلب بالديوان هذا، قريت 20 عام من قبل. قلت له العد هاي البديل، كاظم فندج ملحن الرائع قاعد يمي، قلت له هاي القصيده شوفها، وتركته. ثاني يوم الصبح جيته لزم العود غنى لي هذا اللحن الجميل، سجلته نفس اليوم، دخلت الموسيقى ساعه 2 بالاربع، دخلت صوتي عليه، ورا 48 ساعه وصل للسعوديه. الناس فسروها انه سعدون جاء لاصلاح العلاقات السوريه العراقيه المتازمه من 20 سنه، بينما هي اغنيه حب يمكن هي